مما لا شك فيه أن حرب تشرين التحريرية التي صاغ ملحمتها القائد الرئيس حافظ الأسد قد شكلت منعطفا تاريخيا متجذرا، حيث حطمت أسطورة العدو الصهيوني الذي لا يقهر. وهذه الحرب التي سجلها الرئيس حافظ الأسد هي تذكرنا اليوم بالملحمة التي صاغها ويصوغ ملحمتها القائد الرمز الدكتور بشار الأسد في تحديه للإرهاب وفي كسره لشوكة الإرهاب. هذه الانتصارات تعيد للإنسان العربي كرامته وعزته. اللي صنعوا الانتصارات اليوم هم أحفاد اللي صنعوا الانتصارات تشرين، وبهمة الجيش العربي السوري راح يكمل المشوار وتتحرر جميع الأراضي بإذن الله. اليوم نعيش ذكرى انتصارات تشرين، تحية من هذه الأرض الطاهرة أرض الفرات لأبطال تشرين، والتحية موصولة لأبطال سوريا، أبطال الصمود، أبطال المقاومة من خلال صمودهم للهجمة الإرهابية الكونية التي عصفت بهذا البلد. حرب تشرين التحريرية ما زالت صورتها ناصعة في نظر السوريين، وهذه الحرب التي حطمت أسطورة تفوق الجندي الإسرائيلي وحققت الانتصارات الكبيرة، وما زال هذا اليوم حتى الآن يتذكره السوريين من خلال انتصارات الجيش العربي السوري في ساحات المعارك. وبهذه المناسبة وبمناسبة الذكرى 45 حرب تشرين التحريرية، نوجه التحية والشكر والتقدير للرجال.